نعم رويدة، لو بدأت بمحيط العاصمة الأوكرانية كييف التي ما زالت تشهد معارك عنيفة واشتباكات بين الجيشين الأوكراني والروسي. قبل قليل كنا نتواجد في شمالي كييف وبالتحديد في منطقة إربين، حيث وقفنا على حدة المعارك والاشتباكات في تلك المنطقة، حيث يحاول الجيش الروسي التقدم نحو العاصمة الأوكرانية، لكن هناك مقاومة عنيفة وشرسة من قبل الجيش الأوكراني. وأيضا اليوم تم استهداف إحدى الأبنية السكنية في إحدى المناطق هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، وبالتالي السلطات هنا تتهم الجانب الروسي بأنه يتعمد اللجوء إلى القصف المدفعي للأحياء السكنية بعد فشله في تحقيق تقدم على الأرض بريا. وزارة الدفاع الأوكرانية كانت قد تحدثت يوم أمس عن انسحاب القوات الروسية إلى مسافة تبعد نحو 70 كيلومترا عن العاصمة الأوكرانية كييف، لكن من خلال مشاهداتنا نستطيع أن نؤكد بأن هذه المسافة ربما لا تتوافق مع الوقائع على الأرض، لا سيما بأن الجيش الروسي كان يتواجد في شمالي منطقة إربين ونحن كنا نتواجد في جنوبي المنطقة، والمسافة بينهما لا تتجاوز 5 إلى 6 كيلومترات، وبالتالي ما زال الجيش الروسي يتواجد في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، بل ويقوم بتعزيز مواقعه هناك من خلال حفر الخنادق وتمركز آلياته ومدرعاته العسكرية في تلك المنطقة. ربما هناك محاور أخرى تم انسحاب القوات الروسية منها، لكن على الأقل من خلال مشاهداتنا يوم أمس من المحور الشرقي في بروفري واليوم من المحور الشمالي في إربين، نستطيع أن نؤكد بأن هناك تواجد عسكري مكثف للجيش الروسي في محيط العاصمة الأوكرانية كييف. طبعا هنا السلطات تتحدث عن مقاومة شرسة، تقول بأنها أفشلت إنزالا مظليا للجنود الروس في محيط العاصمة الأوكرانية ودمرت مروحيتين وقتلت عدد من الجنود الروس مساء يوم أمس وصبيحة هذا اليوم، وبالتالي هناك حديث الآن عن مقاومة شرسة وعنيفة يقوم بها الجيش الأوكراني الذي يدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية وبمزيد من الجند على محيط العاصمة. كل يوم نحن تقريبا نذهب من مركز كييف من ميدان الاستقلال نحو المحاور الشمالية والشرقية والغربية، كل يوم نشاهد زيادة التعزيزات العسكرية، نلاحظ زيادة عدد الجنود الأوكرانيين الذين يتوزعون في محيط العاصمة، وأيضا اليوم لاحظنا رويدة بأن الجيش الأوكراني بدأ يحفر خنادق بشكل كبير جدا في الغابات والأحراش المحيطة بالعاصمة الأوكرانية كييف، ويتحضر ربما لمعركة هناك خشية حدوث تسلل من قبل الجيش الروسي، وبالتالي هو يتخذ كافة الاحتياطات في محيط العاصمة للحيلولة دون سقوطها على الأقل تحت الحصار، أو للحيلولة دون تقدم القوات البرية الروسية نحو هذه المدينة. طبعا هناك أيضا حديث عن خسائر الجيش الروسي، وطبعا هي أرقام صادرة عن مصادر رسمية هنا عن وزارة الدفاع التي تحدثت عن مقتل 14700 جندي روسي منذ انطلاق هذه العملية العسكرية التي دخلت يومها 24، وبطبيعة الحال لا يمكن التأكد من هذه الأرقام من مصادر محايدة نظرا أن هناك حرب دعائية بين الطرفين فيما يتعلق بخسائر الجند سواء من قبل روسيا أو من قبل أوكرانيا. أيضا تم الحديث هنا عن قتل في صفوف الأطفال 115 طفلا لقوا حتفهم أيضا منذ انطلاق هذه العملية العسكرية، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من المدارس وروضات الأطفال أعلنت عنها اليوم السلطات المحلية هنا في مدينة كييف، وبالتالي السلطات هنا تتكتم إلى حد كبير عن خسائرها في صفوف الجيش بينما تعلن الخسائر في صفوف المدنيين والأماكن المدنية التي يتم استهدافها، وطبعا هذا كله يندرج ضمن إطار الحرب الدعائية التي تشنها أوكرانيا ضد الجانب الروسي. بكل الأحوال هنا في قلب العاصمة الأوكرانية ربما نستطيع أن نقول بأن من تبقى من السكان في كييف وتعدادهم نحو 2 مليون نسمة قد اعتادوا نوعا ما أصوات القصف وأصوات صافرات الإنذار والاستهداف، واليوم ربما مقارنة مع الأيام السابقة شهدنا زيادة في الحركة، لا سيما أنه اليوم هو يوم الأحد وهي عطلة رسمية والطقس كان جيد اليوم وآثر كثير من المواطنين هنا للخروج إلى الشوارع، وربما كل هذا يأتي وسط مخاوف وتحذيرات أيضا من إمكانية استهداف الأحياء السكنية التي تم استهدافها على مدار الأيام القليلة الماضية.